العنف طبعا الحاجه اللي بتميز الوش. وبما ان الاحساس بالجمال الذاتي تزايد في الفترات الاخيره فبقت عمليات تجميل الانف قفزت الى السطح. الهدف من العملية مش ان مناخير حلوة، انا مناخير متناسقة مع الوش. عملية تجميل الانف لازم يكون الجراح اللي بيعملها بيقدر يصلح الوظيفة. الجلد الرؤية على قد ما بيدين النساء نجاح جميلة جدا، الا انه برضو في عيب خطير بيكشف اي جراح. الاستاذ الدكتور عمرو جودة، استاذ جراحات الانف والاذن والحنجرة بكلية طب جامعة عين شمس، استشاري تجميل الأنف ومناظير الجيوب الأنفية. أهلا بكم. النهاردة احنا نتكلم في واحدة من أهم المواضيع على الإطلاق، وضيفي طبعا واحد من كبار القوم في هذا المجال في عملية تجميل الأنف الوظيفي. تجميل الأنف يا جماعة ده شيء مهم جدا، وديت أنا دايما أقول عليها عملية المليمترات. عملية الملي، الملي الاقل من الملي هيفرق يا عم. ولو مش عارف ازاي تعمل او تتعامل مع الانف كعضو مهم جدا جدا جدا، اوعى تتصدى للعمليه دي، اوعى تفكر تمد ايدك، اوعى تفكر تعمل اي حاجه الا لو انت متدرب سنوات طويله على هذه العمليه. خلي بالكم بقى من حاجه لطيفه جدا اللي لا اقولها لكم، دي معلومه انا بصراحه عجبتني قوي. لاحظ يعني جمعية الجراحين أو أكاديمية التجميل الجراحي الخاصة بالأنف الأمريكية، الأكاديمية الأمريكية دي لاحظت حاجة غريبة جدا، أنه تزايد عدد المرضى الذين يريدون أن يخضعوا أو يذهبوا بالفعل وخضعوا لعمليات تجميل أنف. تزايد ليه يا سيدي؟ لاحظوا أنه تزايد بعد انتشار صورة السيلفي. الكلام ده بقى في أمريكا هم بقى إيه بيربطوا الأحداث بشكل دقيق جدا. هو فعلا السيلفي يا جماعة كصورة أو كطريقة التصوير دي كانت العالم كله منتشرة فيه دلوقتي، ودي بتبين عيوب الأنف. فالبنت لما بتاخد صورة سيلفي لنفسها أو الولد بيبدأ يركز جدا، خصوصا إن الأنف هنا بتبقى في بؤرة الصورة فبيبدأ تكبر شوية، فأي دفوع بيكبر فهي بيلفت نظرها بشكل أكبر، فبتلجأ أكتر إلى البحث عن عمليات التجميل. جراحين اللي بيشتغلوا في عملية تجميل الأنف الوظيفي لاحظوا كلهم، سواء بقى كانوا جراحين تجميل أو جراحين أنف وأذن بيشتغلوا، لاحظوا جميعا أنه بعد السيلفي زاد النسبة. تخيلوا زادت قد إيه؟ زادت لدرجة أن هم كتبوا في بعض الأبحاث أنها زادت بنسبة 30%، وده رقم كبير. النهاردة ضيفي العزيز اسم كبير، والحقيقة حواري معه سيكون حوار زي ما أنا بقول من نوعية خاصة جدا، حوار الخمس نجوم. اسم كبير، ويعني أنا أعتقد أن احنا سنسعد بكاريزما خاصة وحضور علمي طاغي ويد ماهرة، واحد من الكبار في عالم جراحات الأنف الوظيفية. ضيف العزيز هو أستاذنا الأستاذ دكتور عمرو جودة. أهلا بيك يا دكتورنا. أهلا بيك دكتور أيمن، وأنا سعيد معاك وعلى برنامج كبير و... لا احنا وممتع. الله يخليك يا رب يخليك. أولا سعيد جدا لأنه اسم كبير زي اسمك بيشرفنا النهارده في الإعلام المصري. ثانيا سعيد إن أنت هتكلمنا في حتة مهمة جدا وهي تجميل الأنف. ثالثا وده مهم جدا، احنا نسعد معاك بحوار مختلف يمكن لأول مرة، تجميل الأنف الوظيفي بالتفصيل النهارده. جاهز؟ مع بعض هنبدأ بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ بما أن الأنف هو العضو الأكثر بروزا في الوجه، وبما أن الإحساس بالجمال الذاتي تزايد في الفترات الأخيرة فبقت عمليات تجميل الأنف قفزت إلى الصدر. أبيض طبعا. ابيض تماما فعلا، اللي هي الانف طبعا الحاجه اللي بتميز الوش. اي رسام بحب يرسم حد بيرسم مناخيره نمره واحد. بتاثر على ثقه الواحد في نفسه. يعني عندي معيده في الجامعه مشكلتها مش قادره تدخل الطلبه ولا تدي محاضراتها، واثرت على شغلها لان هي فاقده الثقه، لان هي كان عندها مناخيرها معوجه. احنا دايما بنقول المناخير الكبيره ممكن الناس تاخد عليها، المناخير العريضه الناس تاخد عليها، لكن المناخير المعوجه 2 او 3 مللي من الميد لاين للاسف
للاسف الشديد بتلاحظ بابسط الناس، لان الناس كلها مناخيرك معوجه ليه، فبتسبب ازمه نفسيه جدا. عندي واحد تاني كان مشكلته مش قادر يمارس شغله كويس، وشغله كان في الدعايه والبروموشنز، كل ما يروح يقابل عميل يقول له انت مناخيرك مشكلتها ايه، فعملت له ازمه نفسيه. فهي فعلا لما نيجي نقول على الانف، هل بتاثر على الحقيقه؟ بتاثر حقيقة جدا جدا. هل بتدي عن ثقه في نفسه؟ زي ما الواحد بيسرح شعره وبيلبس شيك، لو مناخيره فيها ديفو بتعمله برجله غريبه جدا، فقدان في الثقه في النفس غير طبيعي. غير الحاجه الاهم كمان بقى النفس، هي المناخير بتاعتنا مش شكل بس، هي بنيان له شكل خارجي وله كمان نفس من جوه، هنتعامل معها ازاي وهنعمل ايه، وهل بس هبقى انا ماشي مع العيان؟ لو بصينا طبعا عندنا لها جزء عظمي من فوق وعظم يمين وعظم شمال، وجزء غضروفي من تحت عباره عن غضروف في النص وغضروف سفلي. الثلاثه دول العظمتين والغضروفين في النص والغضروفين اللي تحت بيشكلوا الهيكل الخارجي. اي تغيير تضخم او نقص هيغير على الشكل على طول. وعشان كده المؤاخذه احنا دايما بنحب يا بنبني المناخير لو هي فيها حاجه ناقصه، يا بنقلل منها لو فيها حاجه زياده. ما ننساش برضو انها واقفه على دعامه اللي هي الحاجز الانفي فين؟ في النص يعني. تمام. المهاره بتاعه الجراح اللي بيتعامل مع الانف تكمن في دراسته للجلد وتفرقته، كيف التعامل مع الجلد السميك من الجلد الرقيق. واضح ان الكلام ابيض ابيض تماما. ودي مهمه قوي في الكونسلتيشن لما عيان بيجي لنا في اول مره، من اهم الخطوات جلده واخباره ايه. ليه؟ تعالى معايا، انا دلوقتي هشكل الهيكل من اول وجديد، هعيد العظم مثلا كان عريض هرجعه في النص، الغضاريف هقصرها، هصلح الشكل الجمالي. بعد ما عملت البنيان ده رجعت الجلد عليه. لو جلد سميك للاسف كل اللي انا عملته ما ظهرش، العين يقول لك انا زي ما انا. بعكس لو الجلد رقيق هيظهر الشكل الجمالي اللي عملته في الهيكل. وبناء عليه لو انا مش عامل الاناليز ده من الاول، مش هاخد خطوات معينه في العمليه. اللي عندها جلد سميك ده لازم ابني الانف زياده عن اللزوم، او لو هي بمعنى اصح واطيه لازم اعلي ازق كويس جدا، بحيث لما الجلد زق يتشد فيديني الشكل الجمالي. الجلد الرقيق على قد ما بيدين نسب نجاح جميله جدا، الا انه برضه في عيب خطير بيكشف اي جراح. لو جراح ما عندوش مهاره، مثلا العظم كان عالي فشال جزء من العظم والعظم بقى فيه شويه تعريجات، هيرجع جلد رقيق هيبان الديفوهات دهيت. فالجلد الرقيق بيودي شكل جميل قوي، لكن ات ذا سيم تايم للاسف الشديد بيكشف اي جراح ما عملش العمليه كويس. دي حالات من حالات دكتور عمرو، يعني لو كلمه عن كل حاله. العيان ده لو بصينا عليه هنلاقي العظم معوج خالص الناحيه اليمين، الغضروف السفلي لو بصينا عليه حجمه كبير جدا، والمناخير ده مديها طول كمان بقى طويله. لو بصينا بعد العمليه انا عملت ايه؟ اول حاجه شكله 180 درجه. تمام. الراجل بقى شخص تاني خالص. ما شاء الله، يعني واحد تاني موجود. تمام. لا ما نسويش، الراجل ده جميل جدا، هو عمره كان 33 سنه وكان في السعوديه، فنزل انا عايز اعمل العمليه. طب ايه يا ابني اللي اخرك العمر ده كله؟ قال لي والله انا خاطب بقى لي 4 سنين، بس هي مش راضيه نعمل جوازنا الا لما اعمل مين؟ مناخيري. لان هو فعلا هي مش قادره انه يتصور بالمناخير وكده، وهو ما كانش حابب بسبب الخطوبه بتاعته، كان متضايق جدا يعني. هنا برده علو في العظم والغضروف. بص هن بعد العمليه نزلنا للشكل المناسب. احنا دايما بنقول انا الهدف من العمليه مش ان المناخير حلوه، انا مناخير متناسقه مع الوش. اللي هو نجاح العمليه ده بيقول ايه؟ العين لما يتشاف يقول انت وشك حلو ليه؟ غيرت تسريحه شعرك، غيرت لبسك، الميك اب بتاعك ده مش ده اتغير. يعني ممكن واحد يشوفه ما يعرفوش. بالظبط بالظبط. لا بس الجميل انه لو واحد ما يعرفوش قبل كده وشافه مش هيعرف انه عمل عمليه. ايوه هو ده النجاح، انه ما حدش يعرف ابدا ليه، احنا اعدنا التناسق. لكن تخيل لو احنا صغرنا زياده عن اللزوم هنا، يبقى عملت له تشوه. وعشان كده مهم قوي قوي في الدسكشن مع العين، انا بعيد تناسق مناخيرك مع وشك. اكتر فشل ذريع لو عندي قال لك ده الناس بيقولوا لي انت عامل ايه في مناخيرك. لكن العين يجي يقول لك الناس كلها مبسوطه بتقول لي وشك حلو، حلو ليه؟ ما هماش عارفين ده بيعمل نشوه وسعاده جدا عندنا يعني. طبعا برضه معتقد مهم عند بعض الناس انه بعد العمليه لازم احط حشو في داخل الانف، الكلام ده بيض ولا اسود؟ والله بص هو جري شويه. بمعنى ايه؟ انا عايز اقول لك الحمله بقى لي مثلا ما يقرب من 15 سنه ما بحطش حشو خالص. او يعني بنسبه 2% ممكن نحتاج. الفكره كلها اللي فرق معانا ايه؟ التيم. احنا التيم بتاعنا، ما بقولش انا كجراح ومساعدين بس، انا لازم معايا التيم تخدير محترم جدا. التخدير ده مهم يعمل حاجه اسمها هايبوتنسيف اناثيزيا،
او اللي بيعمل طريقه تخدير بيقلل فيها الضغط بقدر معين بحيث ان ما يحصلش نزيف اثناء العمليه. نمره 2، وانا داخل بحقن بقدر معين مواد بتقلل احتقان الاوعيه الدمويه. طيب وانا داخل كمان بشتغل اكتر حاجه بتعمل نزيف وتحتاج يتحط فتيل داخلي، الغضاريف بتاعت الانف. بنشتغل بالمنظار عن طريق اجهزه بحيث ان انا هصغر حجم الغضاريف من غير ما يحصل لي بحور الدم اللي كانت بتطلع ايه زمان. لو تعاونت مع التخدير وانا بالمنظار والتكنيك دي بنوصل في الاخر الحمد لله ان معظم الحالات ما بيتحطش الفتيل. الفتيل ده كان كارثه بتاع العيانين، يقول لك انا مش عايز اعمل عمليه ليه؟ لا انا شفت فلان كان بيضرب راسه في الحيطه بلا مبالغه من الوجع بتاع الفتيل، ولما رحت معاه للدكتور هو بيشيل كان بيعذبه. بينما دلوقتي لما بنحطش فتيل لا بيحس بوجع، حتى المسكن بكتبه احتياط اقول له عندي لزوم غالبا ما ياخدهوش، فما بيحسش بمشاكل العمليه، بيحس دخل عمل عمليه خرج مبسوط سعيد، البعبع بتاع العمليه والفتيل ده اختفى تماما يعني. عظيم. برضه طمع حلو، ممكن عيان يضرب عصفورين بحجر واحد يجي لك يعمل عمليه وفي نفس الوقت يعالج التهاب جيوب انفيه، ده ممكن ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ هنحط رمادي بمعنى ايه؟ احنا مثلا ده كتير جدا، معظم الشعب المصري عندنا التلوث نسبته عاليه، فبالتالي التهابات الجيوب الانفيه عاليه. نسبه التدخين عاليه فبرضه التهابات الجيوب الانفيه عاليه. بنقسم التهابات لحاجتين، التهابات بكتيريه واخده الجيب الانف اللي تحت العين او جنب العين، ودي اكثر انتشارا، انا اقول 90% من الحالات، لا دي عادي جدا جدا. احنا في نفس العمليه هعمل التجميل، هستعدل الحاجز الانفي، هعمل استئصال جزء الغضاريف الانف، وهعمل كمان منظار على الجيوب الانفيه. يبقى ايه الميزه؟ نتعامل العمليتين ات ذا سيم تايم. لكن في بعض العيانين ما اقدرش اعمل له، مثال لو كان مش بكتيريا فطريه او كانت واخده الجيب الانف فوق العين ما يستلزم ان انا اوسع فتحه الجيب الانف فوق العين، لا ده هقول له معلش انا اسف، هنبتدي الاول بالمنظار الجيوب الانفيه وبعد 3 شهور اقدر اعمل لك عمليه الايه؟ التجميل. ولا دي هنقدر نقول حالات تمثل 10% من اجمالي الحالات، 90% حالات كلها بكتيريه سهل التعامل معاها في نفس وقت العمليه، فالعين فعلا بيبقى استريح يعني. دي حالة صعبة برضو قوي، والحالة الحقيقة نتيجتها مش رائعة، انت بتبهرني اكتر من رائعة. هي دي فعلا حالة جميلة، انا نفسها مبسوط لها جدا. العينة دي فعلا، وبعدين انت مصورها من زاوية صعبة قوي جدا يعني. العينة دي يعني من يعني اجمل العين اللي عندي، اللي انا كنت بدعي لها من قلبي لما بعمل العملية يا رب تطلع في احسن حال. فعلا العينة دي كان للاسف راحت عملت عند حد غالبا ما كانش متخصص، شال جزء كبير جدا من عظام الانف وجزء من الغضاريف، وللاسف كان في ثقب في حاجز الانف حوالي 4 سم. جات لي بعد 4 سنين من العملية، وطبعا المنخزة مش شايفين واقعة تماما، مفيش أي سبورت للحاجز الأنف المفروض بيرفع، نقص في الغضاريف، نقص في العظم. طبعا أنا عشان أعوض الكلام ده محتاج أجيب غضاريف، هجيب منين؟ ساعات ناخد من الودن مش هتنفع دي، هاخد قد إيه؟ فخدت منين؟ من القفص الصدري، وده بنعملها كتير جدا، بناخد فتحة صغيرة 4 سنتي وبناخد طول من الغضروف بتاع القفص الصدري طوله 4 سنتي، ده فيه ميزة، سمكه جميل 2 سنتي، بقدر آخد منه شرايح اللي أنا عايزها، فقدرت آخد حوالي 4 شرايح، قدرت أعمل بيهم إيه؟ بنيت الحاجز الأنفي، بنيت الأنف من قدام، بنيت الهيكل الخارجي للانف، فقدرت الحمد زي ما شايفين هنا الانف كلها وقفت. لما بتقف الانف على فكره الصوره دهيت بعد بالظبط اسبوعين بعد ما انا شلت الدعامه الخارجيه، حتى لو هتلاحظوا اثار صبغه الجاوه او على الانف من بره يعني. عيانه زي كده عايز اقول لك انا مبسوط اكتر منها يعني، انا يعني فعلا باباها وخطيبها وانا شخصيا لو بصيت شوف المنظر من جنب بروفايل كانت واقعه جدا جدا، شوف المنظر هنا بعد العمليه. ف تفرق بصراحه مش بس كمان في نفسيه العيان، في نفس العيان. العيان دول كانت المناخير واقعه، كان المناخير مسدود، عندها هايبوكسيا نقص اكسجين. تخيل لو احنا اي واحد عنده نزل برد بيعمل ايه؟ بيتخانق مع دبان وشه ان هو اساسا متوتر ومش قادر والادرينال زياده من الهايبوكسيا، فما بالك العيان. الحته دي لازم الناس تفهمها ان لما يكون في نقص اكسجين ادرينالين بيعلى في الدم، بيعلى في الدم. وحتى في دراسات قال لك لو واحد مناخيره مسدوده اكتر من 10 سنين هيبتدي يحصل ايه؟ يجي له ضغط دم عالي. اطباء القلب دلوقتي معظمهم الكويسين لما يجي له عيان مثلا عمل دواء ضغط وبعد شويه دواء ضغط تاني وبعدين لقى العيان برضه مفيش فايده، ضغطه وعمال بيعلى، بيبعتوا لنا انفذوا لو سمحت بص عليه هل مناخيره مسدوده ولا لا.
نبص مفاجئ حاجز انفي معوج، غضاريف متضخمه، ترهل في سقف الحلق، حاجات بتؤدي لانسداد النفس خصوصا كمان لو بتسده اثناء النوم. مجرد ما بنصلح العوامل دهيت يتحسن نسبه الاكسجين في الدم، يرجع تاني الضغط يستقر والدنيا تبقى ايه افضل بكتير، وحتى جرعه الدواء بتاعته تظبط. السؤال الجاي ده، القصه اللي جايه دي مهمه قوي قوي. هقول لحضرتك ليه. عندي دلوقتي ولد لطيف كده بيشتغل من ضمن فريق عمل يدوي في البيت، بيظبط حاجات عندي. فالولد عنده، لاحظت انا لازم اجيبه لحضرتك تشوفه يعني. نورني. طبعا. ولد غلبان جدا، سنه 11 12 سنه، 13 سنه، وعنده ده بقى قصه حقيقيه يعني. لا معاك. وعنده مشكله واضحه جدا انه الانف بتاعته معوجه جدا، وعنده حجاج في الحاجز الانفي. لو كنت عارف كنت جبته معايا. ان انا هو بيشتغل، هو بيشتغل في النوادي طبعا. فالولد ده ملاحظ انه اولا صوته مش كويس. يعني واصحابه اللي هم الفريق العمل اللي هم نجارين، مجموعه من الكاربنترز بيشتغلوا في النجاره يعني، ناس محترمه قوي. اللي معاه اصحابه اللي معاه اللي هو الاعلى منه رئيس العمل نفسه قال لي ده دايما بيطلع صوت من مناخيره. بالاضافه هو بيتكلم، يا عيني الولد بيتكلم بطريقه غريبه شويه. هل يمكن اجراء عمليه؟ هو سؤالي بقى، السن بتاعه 13 سنه ده، هل ممكن اجراء عمليه بالوضعيه اللي انا حكيتها لحضرتك؟ بص، هنرجع بقى انوه على حاجه جميله جدا الاول خالص. بيجي لنا اطفال كتير وهو صغير لسه سنتين جاله لحميه خلف الانف. الطفل ابتدى يفتح بقه ويتنفس من بقه، راحوا لدكتور انف اذن، جالنا في العياده اقول له عنده لحميه، وبقول له اللحميه دي بنعملها من اول سن سنه، مش زي اللي هو ساعات نستنى لسن 3 سنين. يقول لي ليه؟ هقول له للاسف شديد لو سبت ابنك بيتنفس من بقه، العضلات ماسكه الفك اللي تحت، مين بينمو؟ الفك اللي فوق، واللي تحت ما بينموش. طيب لو سبت ابنك اكتر، خايف عليه، يقول لك التخدير والجراحين والقصص دي كلها، ايه اللي يحصل؟ الحاجز الانفي يكبر لورا يلاقي فيه لحميه. فيبتدي الحاجز الانفي يتعوج يتعوج يتعوج، فنيجي على سن فعلا من 10 ل 12 سنه يبتدي انسداد الانف، مش حصل بس نتيجه وجود لحميه، ده كمان الحاجز الانفي بقى ايه؟ معوج. ده اللي حصل مع الولد. بالظبط، حاجز انفي بقى وهو بينمو وبيتعوج، ابتدت الانف الخارجي وهي بتنمو تتعوج معاه. حضرتك بتوصف حالته بالظبط كما لو كنت انا وريته لك. هي فعلا اتعوجت وراحت فعلا كده. بالظبط. هنا ايه اللي بيحصل؟ اول خطوه لازم اشيل سبب الانسداد الخلفي اللي هو اللحميه دلوقتي. او اللي هو دلوقتي 13 سنه تمام. لان هو اتاخر على العمليه دي، كان المفروض يعملها وهو عمره سنتين ثلاثه تمام. يعني نمره 2، نيجي بقى في التشوه الخارجي للانف. كنا من 10 سنين يقول لك ايه؟ اوعى تلمس مناخير عيان قبل سن 16 سنه في الولاد و14 سنه في البنات. الكلام ده اتغير تماما في اخر 10 سنين. ليه؟ قال لك لو انا جالي طفل مثلا بيلعب كوره، بيلعب مصارعه، عمره 6 سنين 7 سنين، وقع حادثه ومناخيره اتعوجت، كان زمان يقول لك سيبه لغايه سن 16 سنه عشان نعدله مناخيره. لما هسيبه لغايه سن 16 سنه بيتنفس منين؟ من بقه. اكسجين في الدم قليل، نسبه ذكاء قليله، سكول اتشيفمنت تحصيل دراسي سيء جدا، التهابات في الصدر وعمال يلف بيه على الدكاتره، نمو الفك للاسف بقى ده ما بينموش وده بينمو، سنان محتاج تقويم، قصص طويله جدا جدا. ليه؟ لان الطفل اتساب. قالك طب واي نوت ان احنا نتدخل؟ فابتدى في اخر 10 سنين واتعمل دراسات، منها واحده في 2010 و2014 و2016، قالك لا نقدر نتدخل في السن الصغير. هل في ليميت؟ مفيش ايج ليميت، 4 سنين 5 سنين ادخل، بس هندخل ازاي؟ هي دي النقطه. لما اجي اشتغل حاجز الانفي او الانف من بره، في مراكز للنمو ما المسهش. انا هقدر استعدل حاجز انفي؟ كان زمان نرفع الغشاء المخاطي من هنا ومن هنا واجي على الحاجز غضروف ده اشيله، فكان يقول لك طب والطفل ده هتنمو ازاي الانف؟ لا انا بعمل ايه لو الغضروف ده معوج؟ انا هاجي فيري سامبل بالمنظار دلوقتي، اجي كده اشيل الانجل دي وارجع الغضروف في مجار المسار بتاعه بالظبط، عملت ايه؟ سبته موجود. مركز النمو مش في الغضروف، مركز النمو في العظم من ورا، يبتدي ينمو عادي جدا ويزق تاني وتنمو الانف زي ما هي. وبالتالي كسبت ايه؟ حافظت على الاكسجينيشن.
بيتنفس كويس، حافظت على سكول اتشيفمنت، حافظت على شكله. وعلى فكره احنا ما بناخدش بالنا من ولادنا، ده ساعات لو طفل بس عنده ديفو بسيط في اي حته في جسمه اصحابه بيتريقوا عليه، بتخليه للاسف متضايق. يعني اعرف مثلا طفل عيني شعره بيقع فابتدى بيعيط ان شعره بيقع وعمال يلف على الدكاتره، طفل تاني عيني متساب مناخيره معوجه لسه عامله كان عمره 12 سنه وكان نفس الكونسبت، كان من السويس وعيني من هو 6 سنين، وبعدين بالصدفه اقول له يا جماعه ما يعني 12 سنه 10 سنين من 6 سنين كنا نعملها. لو تشوف السعاده اللي هو فيها بعد ما عملنا العمليه قصه ثانيه. بيقول لي انا بقى لي اصحاب بنات بدر عليك بس مش مشكله. واحد عزيز عليا جدا عمل العمليه دي وهو كان عنده 12 13 سنه تمام. قال لي جمله مهمه قوي، قال لي انا بدات اعيش احس ان انا عايش في تكييف مستمر. ايوه بالظبط. اقول له تكييف مستمر، يقول لي احساس انت عارف تكييف كان انا على طول في تكييف مستمر. تعبير جميل حضرتك قلته فعلا بصح. العين بعد العمليه ومش تعبير انا وتعبير حد يعني يقول لك ايه، انا اول مره انام في حياتي واصحى مستريح. يبتدي يقول لك انا اول مره اقدر ابقى اركز في الحياه. لون البشره بيفتح على فكره، تلاقي الناس ده مناخيره مسدوده في تحت عينيه بيبقى سواد وداكن اثار الارهاق عليه، مهما ينام بيصحى تعبان، فبتفرق جدا معاهم فعلا. طيب سؤال جدا وسؤال مهم قوي. بعبع جراحين تجميل الانف الكبير زي كان في زمان مسلسل اسمه نيب ان توك مع بيتكلم على الجراحات والتجميل والمش عارف ايه، وبيحكي كده كان في اطار يعني سسبنس اطار تشويقي يعني انه مرضى تجميل الانف بيشاع عنهم ان هم ما بيرضوش ان هم مرضى كتير منهم او نسبه منهم مريض لا يرضى. الكلام ده بيد ولا اسود ولا رمادي؟ بص هقول لك حاجه، التقييم مهم قوي بقى. يعني عايز اقول لك يعني انا قريت في الطب النفسي اكتر ما قريت في الف وزن عشان اتعامل مع النوع بتاع تجميل القلب بجد. ليه بقى؟ لما بيجي لنا العيان هو عنده ديفورمتي تشوه في مناخيره، اول خطوه هل انا وهو متفقين على التشوه ده ولا لا؟ لو متفقين هعمل عمليه مطمئن. نمره اتنين، انا مثلا لما بيجي لي مثلا واحد عنده فعلا مشكله في مناخيره ولاقيه يقول لي انا المشكله دي مخلياني مش عارف اشتغل ومش عارف اعمل مش عارف ايه وبتاع ومش راضي اتجوز ومش عايز انزل كليه، لا العند عنده حاجه سايكولوجيكال ترابل، اول خطوه ابعته للدكتور نفسي يقيمه لان ده غالبا سايكوسوماتيك، حاجه هو مش راضي عن نفسه ما مش هينفع. بعكس واحد لوجيك جدا، انا مخيري معوجه مضايقاني في شكلي، لما اجي احط صوره في السي في بتاعتي على الفيسبوك بتاعي وحشه جدا، بنت عرفت تقول لي ما بحبش اتصور ابدا. الراجل ده لوجيك جدا، ما هو بقى يعني باين ان محتاج فكره مهندس ومشكلته وشوف اتغير 180 درجه قصه تمام. مختلفه مناخيره عريضه جدا معوجه جدا وفيها رايحه حته كده بالظبط. فطبعا بعد العمليه بتفرق، هو كمان ما شاء الله عنده شركه وبتاع، كان دايما حاسس ان عنده مشكله يعني، فبتفرق معاهم في نفسيه، بتفرق معاه في ادائه في شغله، في استقباله للحياه. احنا الواحد لو لبس حاجه جديده مبسوط بيها يعني فعلا. طب انا بقى هستفيد من وجودك معانا النهارده، يعني مسعدنا سعاده جباره يا رب جدا خليك. يعني وهروح معاك بقى لاسئله، بس قبل ما اروح للمتابعه في برضه سؤال تاني، يعتقد الكثيرون انه ما ينفعش نعمل عمليه تانية بعد العمليه الاولانيه اللي بعد مرور السنه، الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض تماما. يعني احنا طبعا اقل مده 6 شهور، لكن الصح سنه، لان احنا شفنا انا حتى احنا عندنا في كورسات بنعملها في طب عين شمس عندنا من 99، واول خطوه بقول لهم نمره واحد ما تشتغلش تجميل الانف لما تحضر 4 كورسات على الاقل. نمره اتنين تحضر معانا بعد كورسات 15 عمليه ادنى في ايدك. منهم اتسرع، انا فاكر حد منهم من غير ذكر اماكن اللي هو فيها، بعد كورسين راح اشتغل، بعت لي صوره بنت 17 سنه مناخيرها هنا الجلد كله مات واقع. ما ينفعش، لها كرايتيريا. نمره اتنين، واحد تاني برضه عمل عمليه فبعدها لقى الشكل مش وحش، تدخل بدري جدا بعد 6 اسابيع، ايه اللي حصل؟ تشوه اكتر. مشكلتنا بعد العمليه التغذيه الدمويه للجلد. التغذيه الدمويه للجلد عشان ترجع طبيعتها بتاخد 6 شهور لسنه. لو انا دخلت قبل ال6 شهور هيحصل تليفات اكتر، بالعكس هتبوظ العمليه بتاعتي، غير ان ممكن انا بقطع في الاوعيه الدمويه يحصل نيكروزس او دمور او الجلد. يعني برضو من واحد جالي صعب عليا، ولد 24 سنه وهو كان مشتغل موديل، راح حد عمل له تجميل انف غالبا ما اعرفش مش متخصص، للاسف بعد العمليه حته من الجلد هنا ماتت. رجع له قال له هاخد لك رقعه، خد رقعه من الجلد حطها هنا من بطنه كان لونها ابيض شويه، هو البشره داجنه فبقى حاجه بيضه في وسط البتاع.
بيجي لي العاده بلا مبالغه، حاطط بلاستر من هنا، لابس الكاب، قاعد من شغله في البيت. طبعا اللي حصل فيري سيمبل، انه كان بيسلك سوبرفيشال فوق شويه، في نفس الوقت تدخل بدري جدا في الاوعيه الدمويه بسط. فساعات التوقيت لو غلط بيبقى تدمير. يعني انا حتى بنوصف الجراح ده انه يعني دمر المناخير الدهنيه، عمل مشكله كبيره. هستغل وجودك، وانا عارف ان انت عندك يعني الدكتور عمرو جوده معروف، يعني اللي هو هيقول زي ما بيقولوا العورة انت عورة، الغولة انت غولة. فتعالوا نشوف، هنقول الغولة انت غولة، الاخطاء هنقول انها اخطاء في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ عندي مجموعه من القضايا مهمه، ومريض جاي لك يقول لك انا عايز اعمل عمليه تجميل انف بالليزر، لازم اعملها بالليزر، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا ضايع خالص يا علي يا باشا، ده الليزر حلو. ليه بالظبط؟ بنعمل بيه اي حارس مرمى في اي فريق تاني جاي لنا فعلا. العين المشكله السوشيال ميديا الغلط غير طبيعيه، دخول عدد متخصصين بدعايه غريبه غير طبيعيه. يعني بيجي العيال بقول لهم يا جماعه، او العين ساعات بيبتهلوا ايه؟ هو راح بيوتي سنتر، لو سمحت ارفع لي المناخير دي سنه، نزلها سنه، وديها يمين، طب تدخلها الجون، مش هينفع، ما فيش الكلام ده. العمليه لازم نقول لهم عمليه كبيره، عمليه دقيقه، لا خطوات، الليزر ليس له اي دخل فيها على الاطلاق تماما. الليزر بتاع حرب الكواكب. بالظبط. العمليه دي صعبه، يعني انا شايف العمليه دي بتهيألي واحده من الصعبات. الولد ده فعلا قصته كان غلبان، كانت حادثه عربيه جامده قوي، كسرت المناخير من بره، وقعت تماما، وده برضو من الحالات اللي انا اضطريت اخد له غضروف فعلا من القفص الصدري. عايز اقول لحضرتك مدى السعاده، انا بعد 10 ايام وانا بشيل الدعامه، يعني قام حضان شالني، يعني هو ارفع مني بكتير، انا اقول له ايه ده؟ لا بالظبط، ان هو الرؤيه دي بس المنظر حتى ما شاء الله، وزاويه التصوير دي يا جماعه تظهر اي عيب، يعني زاويه التصوير ديت هي الزاويه اللي احنا بنقول عليها بقى الذي لا يقوم بها الا المتاكد ان العمليه فعلا. احنا حتى قبل العمليه انا لازم اصور عين كلهم بنفسي، ولها كذا صوره من قدام، من الجنب، وبروفايل تمام، في سمايل دي الزاويه من تحت كمان، السمايلنج بروفايل حتى وبتبتسم ليه. ساعات بعض الناس مش لما تيجي تبتسم مناخيرها تنزل لتحت، دول معناهم لازم وانا في العمليه من ضمن الخطوات اقطع العضلات الاكتف قوي اللي ماسكه هنا، فبتشد لي المناخير. دي ساعتها مشكلتهم، ما اقدرش ابتسم في صوره، واقف متخشب دايما، اصحابه بيضحكوا، هو الوحيد النكدي فيها. فمهم قوي كمان غير الصور في ايه؟ الاناليس. انا يمكن عمليه اقعد برين ستورمنج عنيف جدا، هعمل ايه؟ ودي اهم القرارات، مهمه جدا. وجوه العمليه قرارات ثانيه، هشيل قد ايه واسيب قد ايه، بنقعد دايلما كبيره انا والفريق بتاعي لغايه لما نوصل لافضل حاجه للعيان ده. فهي فعلا قراراتها اصعب كتير قوي قوي من هعمل ايه. الجراح الذي يقنع مريضه ان النتيجه ستظهر بعد شهرين على الاقل. بص هقول لحضرتك حاجه، هي طبعا اي ديفو النتيجه لازم يظهر عندي تحسن بصراحه بعد ما اشيل الدعامه. العيان ما تحسنش ترابيزه العمليات مش هتحسن، ده لازم. لكن لازم العيان يبقى فاهم، انا حتى بقول لما هشيل لك دعامتك هتبقى مبسوط من مناخيرك، ولكن مناخيرك دهيت اللي انت هتشوفه بعد العمليه ده 20% من النتيجه النهائيه، وهيفضل التحسن لمدار سنه. يعني اقول له هتبقى مبسوط بس هتستمر معاك تحسن لمدار سنه. ليه؟ الجلد اللي انا كنت رافعه اثناء العمليه بيبقى وارم، بيبتدي يهدى يهدى يهدى، بياخد له وقت، وبالتالي يفتش شد لغايه لما يطبع على ايه؟ الانف. دي برضو من الانوف الصعبه، احنا جايبين اصعب الحالات، يعني جايبين ومعظمهم رجاله. يعني خلي بالكم ان الرجاله لغايه دلوقتي مثلا 6-2 او 7-2. انا عايز اقول لحضرتك احنا طبعا بيقابلنا حاجتين، الحالات السهله الجميله بتاعت الستات طبعا، الشياكه والجمال وعيد تمام. الحالات الصعبه الراجل ما بيعملش الا مضطر، حادثه هنا فعلا، ده كان بيلعب مش فاكر رياضه ايه عنيفه، وبعدين غالبا والمرخيزه مش شايف معوجه جدا اهو. ده على فكره عمره 12 سنه،
احنا ما السن ما عندناش مشاكل خالص. شوف هنا بعد العمليه، هنا بعد العمليه بحوالي على ما افتكر 6 اسابيع شهر ونص، قصه مختلفه، شكل جميل، الولد نفسه تحس حتى الاكسبريشن، بص اورته بقت ريلاكسد خالص. مفيش النفس احلى بكتير، مفيش يعني الكونتراكشن اللي كان عامله، لانه كان بيبقى ستريسد عشان يتنفس كويس يعني. السؤال الجاي ده مهم قوي. بعض المرضى مريض محتاج عمليه، لكن انا خايف، المريض يقول لك انا خايف اروح اعمل عمليه، لكن لسن بيقولوا انه بعد العمليه دي هنفقد حاسه الشم. والله يا هو خايف من كده، ده كلامه ده متهم ولا جني ولا بريء؟ لا متهم جدا طبعا، بالعكس احنا المفروض نحسن حاسه الشم. معظم العيانين بيعملوا عمليه في مناخيرهم بيبقى يا اما الحجز الانفي معوج، غضاريف متضخمه، حاسه الشم تبقى موجوده في الثلث الفوقاني من الانف. لو في انسداد في الانف الهواء ما بيوصلش للثلث اللي فوق، فالحاجات اللي المفروض اشمها الكيماويه ما بتوصلش، وبالتالي انا بالعكس انا بعد العمليه هحسن له حاسه الشم، مش ان انا ايه هضعفها ابدا يعني. دي عمليه صعبه، دي ست جميله قوي، والست ده هي عندها 5 عيال، عندها قصه حب جميله مع جوزها، الناس الجميله، وانا بعيش مع العين اصلي بصراحه اكتر باصحابي كمان. العينه دي مشكلتها هي عملت عمليه في الحجز الانفي، وعلى ما يبدو العمل شال الحجز الانفي كله، فابتدت المناخير بتقع. لما دخلت كمان كان عندها تليفات عنيفه قوي، ابتدت اشيل التليفات، احتجت اخد لها غضاريف من الاذن بتاعتها عشان ابني ارجع تاني للشكل ده. هنا الصوره دي بعد شهرين بالظبط، طبعا قصه مختلفه يعني، حياه تانية، تحس الابتسامه رجعت لها يعني على ساعات حد يقول لي التجميل بتعمله واحده صغيره، بس ابدا بالعكس، ساعات عيني تبقى واحده وسنها كبير وكل حاجه، بس عامله لها ازمه غير طبيعيه بصراحه. كان غير الشكل الجمالي بتاعها كان مضايقه قوي النفس، ان كانت بعد العمليه مناخيرها مسدوده بتنهج على طول، وكان عندها هي عامله دعامه في القلب، يعني كان عندها مشكله كمان كاردياك، فكان بيعمل افورت جامد قوي النفس يعني. اللي كان بعتها لي فعلا زميلي قلب، فقال لي انا العاني دي بتنفس بقها وده افورت على القلب، يا ريت شوف لنا حاجه. فقلت لها حمل على القلب بالظبط، حمل جدا، فدي طبعا هيرفع زي ما انت قلت الضغط، وهيعمل حمل تاني ونقص اكسجين. التجميل هنا كمان كان اسينشال، ليه بقى؟ بيحسن النفس، لان المناخير اللي وقع لتحت لو انا ما عدلتهاش لفوق ما فتحتش السكه الفوقانيه للنفس، يعني دي لو اتعملها بس من جوه محاوله لتحسين النفس هيتحسن 20-30%، بعكس لما حسن جوه مع الرفعه ده هي بتفتح كمان سكه نفس من فوق العيان يعني. السؤال اللي جاي ده بقى سؤال مهم، وده سؤال خناقه. من يحدد طريقه اغراء العمليه؟ هل هي بالجراحه المفتوحه ولا الجراحه المغلقه؟ حسب اللي محتاجه، حسب معطيات الحاله يعني، ده متهم ولا جني ولا بريء؟ بص انا هحطها ميدوي. ليه بقى؟ اول حاجه في جراحين مننا ما يعرفوش يعملوا غير المقفوله، وفي جراحين مننا ما يعرفوش يعملوا غير المفتوحه. الصح تو ماستر الاثنين، يعني احنا عندنا حتى ماستر الاثنين، يعني لازم تجيد الاثنين، تشتغل الاثنين، لازم ابقى سيد الاثنين بالظبط، لازم ماستر يعني سيد الاثنين، يعني اقدر اعرف منهم الاثنين بنفس درجه الكفاءه، بنفس درجه كفاءه. ليه بقى؟ في ناس لازم تتعامل بالفتح، ليه؟ بالذات لو الغضاريف السفليه متضخمه وكبيره استحاله تظبطها ظبطه كويسه قوي انك تفتح. في ناس الانف هنا جميله جدا ومشكله بسيطه قوي في العظم، طب ايه لازم افتح الانف؟ هي بصراحه الخناقه مش مستاهله. ليه؟ الفرق بينهم حته جرح صغير جدا لا يذكر في الانف من هنا، والجرح ده لو اتاخد صح له تكنيك معين كده بيبقى بي شيب، ما بيسيبش علامه، ما بيسيبش اي حاجه، ما بيأثرش على وقت العمليه، فهو يعني خناقه ملهاش معنى. في ناس، في واحد في ايطاليا ما بيشتغلش غير كله كلوزد، في واحد في كندا بيشتغل كله اوبن. احنا من مدرسه لا، لازم نتعلم الاثنين طبعا. اي حد في الليرنينج كيرف نبتدي نعلمه الاول يفتح فيشوف الاناتومي كله ويقدر يقيس ويشوف وكل حاجه، بعدين نبتدي نعلمه ازاي يشتغل بالطريقه المقفوله، بعدين نبتدي نعلمه القرارات مين العين اللي تفتح ومين العين سوى الطريقه المقفوله، بحيث توصل في الاخر لمناخير متناسقه مع وشه. جراحه الانف حواليها كميه اوهام كبيره، فخلينا نروح لجزء الثالث المثير جدا. كل اللقاء مثير وممتع للغايه، لكن الاوهام كثيره. تعال نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ كثير من الناس بيضع في اعتباره شيء وهو رايح يعمل عمليه تجميل الانف، او ده عقبه امامه، انه يعتقد انه بعد عمليه تجميل الانف او اذا قدم فعلا عليها انه وظائف الانف هتتاثر، انه التنفس نفسه اكيد هيتاثر، والتاثر هيكون مدى الحياه. على فكره اللي عمل الحكايه دي
احدى عمليات التجميل المشهوره، الممثله مشهوره في مصر يعني، وللاسف اتعملت بره مصر. وطبعا في بلد معينه كان الاول الناس بتروح تعمل فيها عمليات، رغم ان هذه البلد في راينا تجميليا لا تقارن بنا على الاطلاق، مع احترامي لكل البلد. معاك حق تمام. بس دي قضيه مهمه. بص اقول لحضرتك حاجه، المشكله اختيار مين اللي هيعمل عمليه. مش اي حد يقدر يشتغل العمليه. عمليه تجميل الانف لازم يكون الجراح اللي بيعملها بيقدر يصلح الوظيفه. فاول حاجه ساعات اختيار غلط، ان انا مشيت على دعايه في مكان معين في بلد معينه، حبيت ابعد عن مصر بحيث ما حدش يشوفني وارجع بنيو لوك، فاخترت اختيار سيء في مكان سيء. ممثله او ممثل. بالظبط بالظبط. فللاسف الشديد طبعا بتحصل كاستروفز، لان حتى بره لما حد واحد مثلا بيبقى عايش بره يقول لي طب ممكن اعمل عميل، اقول استنى واقول له حد من زمايلنا اللي في امريكا، زمايلنا مش كل الناس تقدر تشتغل في الحته دي، وكل بلد فيها العك ده شويه يعني. في ناس بروفيشنال بيشتغلوا كويس، وناس للاسف الشديد فيها ناس بتعك. بالظبط بالظبط بالظبط. انا عايز اقول حاله هناك معموله، ومصر مقيم بقاله 20 سنه، وللاسف تقريبا المناخير دي اتدمرت تدمير غير طبيعي يعني، وجي الحمد لله صلحتها له بقى. هو مش مصدق، بيقول احنا عندنا كده. اقول احنا عندنا في الجامعه الحمد لله سيستم محترم، عندنا كورسات محترمه بنعملها على مدار السنين، فماشيين التبس صح. ففي كل بلد في العالم فعلا هتلاقي ده وده موجود. لكن اللي بنقوله لما اجي اعمل عمليه تجميل انف لازم نمره واحد ابص الوظيفه ازاي. كتير قوي العين يبقى ايه مناخيره واسعه، يقول لك ضيقها لي. لو انت ضيقت المناخير والحاجز معوج من جوه كان الاول بيتنفس، هيكل واسع دلوقتي اتسدد. لكن انا لازم اعدل كمان الحاجز مع مين؟ مع الشكل من بره. هي دي من الحالات الصعبه دي برضو، ودي بنوته واضح انها حد مهم يعني. ايوه لا دي من الناس الجميله دي. طبعا عندها المناخير طويله قوي، عاليه جدا، عندها حاجه اسمها كوليوميلر شو، يعني لو بصينا على الجنب من هنا المفروض يبين 2 مللي، بس باين حوالي يعني 4 او 5 مللي. عاملها شكل مش ظريف، واعلاميه على فكره. ما انا تمام. فدي طبعا بس الصوره مش باينه. بالظبط. انا حاولنا نقص على قد ما نقدر. بالظبط. فدي طبعا عملت ايه؟ لو شفت تقريبا الهيكل كله غيرته، منزل العظم، منزل الغضاريف، ساحب الكوليوميلا دي لجوه، بحيث وصلت في الاخر الحمله. نرجع تاني، اللي هيشوف الصوره بعد العمليه استحاله ابدا يقولك دي عامله عمليه، لان وصلت بالمناخير لشكل متناسق مع ايه؟ مع الوش يعني. السؤال القادم سؤال مهم. بعد العمليه يعتقد البعض انه ممكن يعود لممارسه حياته ب 24 ساعه، الكلام ده صح؟ يعتمد على العيان يعني. طبعا العمليه على فكره، العيان مثلا بيدخل الساعه 9 الصبح المستشفى من اجراءات الدخول، ينزل لي اوضه العمليه الساعه 11، الساعه 1 اكون مخلص. العمليه بتاخد حوالي ساعتين ماكسيمم، وساعات ساعه ونص، ولو حاجات ماينور اقل. بيطلع يقعد معايا في المستشفى 6 ساعات جاست متابعه بعد العمليه، بيروح في نفس اليوم. انا عندي عيانين خرجوا في نفس اليوم وهم بيحبوا الشباب كده يعني. في واحده اللي عملت له عمليه طلعت لقيت ما شاء الله 20 واحد اصحابه وعايزين يخرجوا النهارده وعاملين يعني ما عندهمش مشاكل. فاحنا اللي كان بيعوق العين زمان الفتيل بيتحط. عدم وجود الفتيل، الالات نفسها ما ينفعش نشتغل تجميل الات انف من غير الات اوريجن. ليه؟ كنا بنشوف مثلا زمان واحد يجي لك لغايه دلوقتي بعض الاماكن تلاقي العين مناخيره ورمت قد كده وجفونه ورمت. ليه؟ للاسف الاله اللي بيتكسر بيها العظم الاوستيوتوم دي مش اوريجينال. لو هي اوريجينال مش اصليه. لو الالات اصليه، وهي طبعا الالات الاصليه غاليه جدا، ده طبعا بعد تعويض الدولار واليورو طبعا يعني قصه عاليه. ولكن لو شغال بمقص اوريجينال باله اوستيوتوم تكسر العظم اصليه، ما بيحصلش تورمات، ما بيحصلش زرقان، العين بيحس انه عادي جدا، مش مصدق ان هو بيقدر يمارس حياته الطبيعي يعني. الفارق بين العمليه المغلقه والعمليه المفتوحه مش فارق كبير زي ما الناس متوقعه. الكلام ده وهم ولا شك ولا يقين؟ فعلا يقين، مفيش فرق خالص. هو مجرد فتحه صغيره اللي بتتعمل هنا، والفتحه زي ما بقول لحضرتك لونس ان انا عامله لها ديزاين جميل جدا، خلاص ولا لا اي اثر ولا بتبان. وحتى انت شفت الصور، حتى الراس كان مرجعه راسها لورا، دي معموله مفتوحه يعني ما فيش اي حاجه. دي طبعا صوره جميله معموله بعد 6 شهور، هي العينه حتى اللي بعتها لي على فكره، دي كانت ترابيزه العين، دي كان فيها كل حاجه، اللي هي العظم نازل تحت، الغضاريف كبيره جدا اللي بنسميها بلبس نوز. هنا بعد 6 شهور طبعا القصه مختلفه جميله جدا. طبعا عندي قصتها جميله، مره بدرس في الكليه فبعرضها، لقيت بنت قالت لي ايه يا دكتوره، قالت لي على فكره
العينه دي بتدور على عريس. قلت لها ليه؟ قالت لي اصل قصدها تحط ايدها الشمال تحت وهي بعت لك الصوره مفيش فيها. قلت لها انا ما خدتش بالي ما ركزتش ابدا. البنات مش سهلين. لا 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 سهلين مش على بلاش طبعا والله بالظبط. لا 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 اتجوزت دلوقتي ومخلفه وكل حد كان سنه 2004 تقريبا على ما افتكر. ده زمان وبناتها دلوقتي بيدوروا على عريس. يلا بالتوفيق. لكن السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي قوي. هما سؤالين عكس بعض. يعني اعتقد البعض انه ما زالت الطريقه المفتوحه هي افضل طريقه، رؤيه اوضح، الدنيا متحكم فيها بشكل اكبر، المدرسه اللي بتقول كده دي المدرسه الاكثر شيوعا في مصر. الكلام ده ابيض الكلام ده وهم ولا شكله؟ هقول لحضرتك يعني لو قلنا 90% من الحالات اللي فيها ديفورمتز او تشوهات جامده لازم طريقه مفتوحه. الطريقه المفتوحه بنقدر نقيس بالملي. يعني انا ببين الغضروف السفلي، الغضروف السفلي ده في بعض الناس بيبقى عريض قوي فيدينا بلبس نوز. طب بلبس يعني منتفخه زي بتاعت المهرج. ايوه بالظبط كده. طب انا بعمل ايه في العين دول؟ احنا معانا مقاس بالظبط، انا المفروض اسيب حوالي 8 مللي بالظبط. لما بسيب ال 8 مللي بيديني مناخير متناسقه جميله شكلها كويس، والاهم بحافظ على وظيفه ان سايب له 8 مللي يعملوا يسندوا المناخير. لان ساعات للاسف بعض الناس او بعض الجراحين ما عندوش المعلومه دي، يسيب مثلا 4 مللي اقل. هو متهيألو بيضيق اكتر. العين بعد العمليه تبقى مناخيره عباره عن جلد رقيق ما فيش دعامه ليه. فيجي يقول لك اول ما تنفس مناخيري بتسحب لجوه وبتتسد. وشفت كذا حاله جات لي بعد ناس اضطر اعمل لهم ايه بقى؟ اخد غضروف وازرعه تحت الجلد عشان ارجع تاني قوه الايه؟ الجلد. عشان كده هنا بنقول ايه؟ لما باجي بشيل غضروف بشيل بمقاس. اسيب 8 مللي يمين 8 مللي شمال، ما اشيلش اكتر من كده، يبقى انا حافظت على حاجتين، شكل جميل وفي نفس القوه للانف من جوه. طب زي ما اقول تاني دي لازم مفتوح. طب بعكس لو انا كويسه جدا جدا ومحتاجين حاجات بسيطه في العظم، حاجه علو بسيط قوي، لا ده ممكن عادي جدا بالطريقه المغلقه ما فيش اي مشكله. هرجع تاني تعتمد على الجراح، ما حدش يشتغل مغلق ابدا الا ما يكون اتقن المفتوح وعرف من الالف لياء كل الخطوات، فلما يلاقي محتاج خطوه او اتنين بساط يقدر يعمل بعد شويه بمين؟ بالمغلق معنى صح. ايه الحاجه اللي ممكن تخليك بشخصيتك الرائعه تتحول الى رجل الاخضر غضبا؟ شفت تحول الدكتور عمرو المشهور بابتسامته وضحكته الرائعه الى انسان غاضب جدا. انا ما شفتكش ابدا غاضب. بس هل ده ممكن؟ تحول ثلاث مرات بصراحه. واحد ما انساهوش ده كان بطل العالم عندنا، هو مصري اسمه علي حتى، هو ما اعرفش سامعني ولا لا. بطل العالم في اللعبه اللي هم عارف مش فاكر اسمها. ايوه المهم هو قعد يجي لي ثلاث سنين عايز يعمل عمليه. قلت له لما توقف اللعب يعملها. طبعا. جالي قال لي انا خلاص وقفت. قلت له اكيد؟ قال لي اه اكيد. فدخلت وعملت له العمليه. قلت له تحافظ على مناخيرك. انا بخاف على مناخيري اكتر من العيان بصراحه. انا بحس ان انا اللي عاملها. المهم شلت الدعامه مبسوط جدا يعني. شخصيه عسل جميل يعني. بعد ثلاث اسابيع لقيته جاي لي طبعا راسه مدلدله ومكسوف وخايف يدخلي من باب العياده، مالك في ايه؟ مكسوره تاني. عملت ايه يا علي بقى يعني؟ فانا انا يعني تحولت فعلا. قال لي لا والله العظيم انا ما لعبتش، بس احنا لما بنقابل بعض بنسلم على بعض بطريقه عنيفه بالكتاف يعني. فواحد منهم بيسلم راح مديله فين؟ في مناخيره. ودخلنا اوضه العمليه الثانيه عملتها له طبعا. حالة تانية كان واحدة دي احنا ما نساهوش ده. يا حبيبي يا لازم بيسلموا عشان بيروحوا لابطين في بعض. لا لا يعني حاجة مش طبيعية يعني. طيب بتوع السلة. ايوه بتوع السلة بيعملوها كيك بوكس. ايوه لا 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 رهيبة. التانية انا فاكرها كنت بلعب ملاكمة زمان والله العظيم. عشان كده انا كنت ملاكم. وصلت بلعب لغاية دلوقتي، بس بلعب على سد باك، ما بلعبش على بني ادمين يعني، ما بلعبش مع حد. مع حد انا بلعب بتدرب عادي، لكن بلعب على حد لا خلاص حرام كمان نقعد نضرب. حافظ على نفسنا افضل. انا بتدرب على الفريق اللي عمل بتاعي. طب حلو دي كويسة. ما يقدروش يتكلموا منهم واحدة اقول لك عادي بس. ده فريق جميل. لا لا بارك لك فيه والله ما شاء الله. واحده ثانيه فاكرها قوي، ست جميله جدا وجت عايزه، هي مناخيرها وحشه قوي وجت قبل الحمل بقت حامل. قلت لها بعد ما تقولي جات لي بعد ما قلت لها بصي الطفل بس يعدي سنه وتعالي لي، عارف يا رايحه جايه. فام جات لي وعمره سنتين، ابص بقى الواد بقى سنتين انا بوديه حضانه عايز اعمل. قلت لها طيب انا هعملها لك بس بشرط تخلي بالك وانت بتشيليه.
من الولد. من الولد. عملت العملية، شلت الدعامة، كل حاجة كويسة. بعد شهر جات لي مكسورة. ايه اللي حصل؟ الولد واخدها على رجلها، راح براسه طخ. حركة بتاعت العيال. ده برجع بقى من عملية. بالظبط. لا لا لا. التالتة طبعا هي كانت سعودية، وهما بيلبسوا زي نقاب بس بيربطوه ربطة عنيفة جدا بعضهم. فحتى انا بقيت بحذر، احنا عندنا دايما بشوية تحذيرات، مثلا ما ينفعش نلبس نظارة اول 3 شهور. عملت العملية، الدنيا كويسة، حتى كانت نزلت عملت العملية، سافرت يعني بعد اسبوع بالظبط، كانت مسافرة بلدها عادي وكل حاجة. رجعت لي في المتابعة لقيت خط عنيف جدا هنا. انت هي نفسها قالت لي اصل انا هناك ما بقدرش اخرج الا بيها. قلت لها انا حذرتك، ما ينفعش نربط الرابطه الجامده، يعني اوكي البسي بس لازم تبقى مربوطه خفيفه جدا جدا. صفت كده. صفت. هي بقى كانت تروح ربطها لقيت نزله من فوق كده وخلاص. يعني اضطريت عندي، دخلنا تاني عشان طبعا دول 3 حاجات اللي قابلوني فعلا. وممكن الواحد بيتحاول ان انا ببقى خايف على شغل، او بعرف ساعات عارف بتحس حته منك انت عملتها، عارف يعني بتبقى بتضايق اكتر من العيان نفسه. يعني اولا احنا سعداء جدا ان انت النهارده شرفتنا ولبيت دعوتنا. اسم كبير واسم عالمي كبير، يعني ينير الاعلام العربي، ده شيء رائع جدا بكاريزمتك وبحضورك الرائع جدا. بس وانا فرحان كده، عندي لوم مش ليك انت بس، للكبار في عالمكم. تمام. لماذا لا تظهرون كثيرا في الاعلام؟ تمام. لماذا لا نعلم العالم العربي قد ايه احنا عندنا ناس في هذه الدرجه من العلم والمهاره في هذه الجراحات؟ في دول تلامذتكم يمكن ناس بتتدرب على كلامكم، بيطلعوا يعملوا بروباجندا عاليه جدا، فالناس بتصدق انه احنا بالظبط. فانتم ملامين، وانت بالذات ملام. معاك اقول لك حاجه، يعني ربنا يعلم انا ممكن ما اطلعش غير معاك. ويمكن من الحاجات اللي كانت سنين ده كل 8 سنين بتطلع مره كل 4 سنين. ده حاجات الاساسيه فعلا، ان عايز اطلع مع دكتور من الناس الجميله. وانت برامج لا بجد والله، انت عارف لما تتكلم مع دكتور فاهم في مهنتك، فاهم في حاجتك، وانت لك كاريزما جميله دكتور ايمن، فدي حاجه يعني بالعكس انا سعيد وانا جاي اطلع معاك فعلا. احنا كلنا سعداء وفخورين بوجود النهارده اسم كبير في عالم الجراحه بهذه الكاريزما الرائعه، بهذا العلم. استاذ من اساتذه الكبار تلامذته موجودين في العالم دلوقتي كله، في مصر كلها، مكسرين الدنيا، اسامي كبيره يعني ما شاء الله. هو بيحتفظ بشكل شبابي لكن يعني ده تاريخ طويل جدا. وانا فخور ان احنا النهارده عملنا هذا اللقاء معاك ضيفي العزيز استاذ الاستاذ الاستاذ دكتور عمرو جوده. كان مبهرا جدا كعادته، مخلا جدا كعادته. لا لا لكن انا بصوا بقى هيجي نقعد كتير ونتكلم، لان مواضيع كتيره جدا عندنا في 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 هذه الجزئيه الهامه جدا جدا في وجه المصريين، بحكم كمان المصريين من الشعوب على فكره اللي هم اساسا عندهم ديفو جيني في انفهم، وده اللي يمكن نتكلم فيه في الفترات القادمه. استاذ الاساتذه الاستاذ دكتور عمرو جوده نورنا في الناس الحلوه، نورتنا. ميرسي وشكرا جدا على البرنامج الجميل ده بجد والله. ده انا بشكرك، تعبتك معايا. لا بالعكس، ازاي بس. خليكم مع الناس الحلوه. الدكتور اللي يشوف المنظر ده بالسونار ويوري المريضه بتاعته، بصي اهو ادي المنظر، الكيس اللي عندك اللي هو الكيس الشوكولاتي ده خلصت، ده فعلا فعلا عندها بطانه رحم مهاجره. مرض بطانه الرحم المهاجره ليس له علاقه بالمبيض. مزار البطن خرم صغير من السره، عدسه بتكبر 30 40 مره، النقطه بشوفها بحر. وياما ستات ما عندهمش اي مشكله اكتشفنا بالصدفه ان عندهم بطانه رحم مهاجره، وهي اللي مأخره الحمل وهي اللي بوظت الحقن المجهري، واكتشفناها بالصدفه عن طريق منظار.